بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الشبهات التي يقذفها الشيطان في قلوب بعض الشباب ممن يعني يحبون أهل الخير ويريدون يعني أن يمشون معهم، أن هناك ناس يعني سلكوا هذا الطريق ثم انتكسوا عنه، فيخافون يعني أن يحصل لهم ما حصل لهؤلاء. فما يعني توجيهكم لمثل هذا الأمر؟ توجيهنا أن هذا خطأ، وأن الإنسان يجب عليه أن يدين لله عز وجل ويلتزم بدين الله ولا يتشائم. وهؤلاء الذين انتكسوا والعياذ بالله الانتكاسة فيهم أسباب، منها أن الإيمان لم يرسخ في قلوبهم، ولو رسخ الإيمان في قلوبهم ما انتكس، لأن الإيمان إذا خالطت فشاشته القلوب لم يؤثر عليها شيء، كما قال هرقل لأبي سفيان. وهذا الذي يريد أن يلتزم يثبت على الإيمان ويدع عنه صاحبة أهل الشر ويبتعد عنهم ويصحب أهل الخير، ويسأل الله الثبات. نعم.